السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم كالعادة علي قايشي، عودنا من جديد أحبابي في إلى مدونة مجهول معلوماتي محترف بعد غياب، يعني دام ما حوالي يعني 5 أيام أو أسبوع على ما أعتقد، عن قناتنا على اليوتيوب وعن الشروحات أحبابي في إلى المدونة بشكل أساسي، وهذا راجع إلى أنني كنت يعني مشغول هذه الأيام. فبعد عودتي أحبابي في إلى، أعود إليكم بشكل جديد. أحب أن أقدم لكم الشكل الجديد لمدونة مجهول معلومات محترف، الشكل أكثر سهولة، أكثر تناسق وأكثر جاذبية أحبابي في الله. أتمنى أن أكون قد نال إعجابكم وأنكم استطعتم البحث في المدونة في كافة الخدمات التي نقدمها على مدونة مجهول معلومات محترف بكل سهولة أحبابي في الله. فالموقع كما تلاحظ أصبح شكله جميل جدا ومتناسق أحبابي في الله. كما تستطيع التنقل من هذا الموقع إلى حساباتنا الأخرى عبر تويتر أو جوجل بلس أو فيسبوك أو يوتيوب أحبابي في الله بكل سهولة، من خلال فقط الضغط على إحدى الأيقونات الموجودة هنا أحبابي في الله كما تلاحظ. كما هناك يعني مجموعة من الخصائص أخرى أضعكم أن تكتشفوها بأنفسكم أحبابي في الله. يجدر بي الذكر أن أقول أنني قمت بإنشاء مؤخرا تطبيق على هواتف الأندرويد أحبابي في الله. إذا أردت تثبيت أي تطبيق أو تطبيقنا أحبابي في الله، تطبيق مدونة مجهول معلومات محترف على هاتفك على الأندرويد، فقط قم بالضغط مباشرة على يعني هنا، حملته وتابعنا مباشرة على هاتفك. تقوم فقط بالضغط، التحميل سيكون مباشر أحبابي في الله، ليس على جوجل بلاي، وإنما تحميل مباشر. يعني ستقوم فقط بالضغط، ثم ستقوم بتحميل الملف، ستقوم بنقله إلى هاتفك، وأيضا تسمح من خلال الإعدادات بتطبيق أو بتثبيت تطبيقات من خارج جوجل بلاي. ثم أحبابي في الله مباشرة ستستمتع أو سيصلك كل جديد مدونتنا أحبابي في الله. أتمنى أن تستفيدوا أيضا من هذه الخدمة. فهذه هي مدونة مجهول معلومات محترف، وإنما في هذا الدرس سنتعرف على شيء مهم جدا أحبابي في الله، شيء يعني أصبح يعني من الضروري أحبابي في الله، كوننا يعني نحن متابعين أصبحنا متابعين للإنترنت أكثر من التلفاز أحبابي في الله. فهذا الأمر يعني يخول لنا أننا نستطيع مشاهدة الأفلام على الإنترنت أو على يعني جهاز الكمبيوتر بشكل عام أحبابي في الله. لكن الأمر الذي يعني لا نعرفه على يعني، فالإنترنت يعني ليس هناك يعني قيود أحبابي في الله أو نظام حماية، أو مثلا على سبيل المثال مثلا عندما أريد أنا مشاهدة فيلم معين على الإنترنت، فليس هناك مقاطع محذوفة. يجب أن تفكروا في هذا الأمر جيدا، لأن أي لقطات تقوم بتصويرها في الفيلم أو قاموا بتصويرها على الفيلم ستظهر مباشرة أحبابي في الله يعني على الإنترنت يعني. وإذا كنت تريد مشاهدة أي فيلم مع عائلتك مثلا على سبيل المثال، تحتاج فقط إلى يعني هذا الموقع الذي سنتعرف من خلاله في أو سنتعرف عليه من خلال هذا الدرس. فقط يعني تقوم بالبحث عن اسم الفيلم، ثم تقوم بوضعه في هذا الموقع، ثم يعطيك يعني نتائج عن يعني مشاهدة أولية للفيلم. مثلا هل يوجد في هذا الفيلم مقاطع يعني جنسية أو مقاطع إباحية أحبابي في الله؟ فتستطيع يعني اكتشاف هذه الأمور. هل يوجد في هذا الفيلم مقاطع عنيفة على سبيل المثال؟ هل يوجد في هذا الفيلم يعني مقاطع عري أو يعني أمور على هذا الشكل أحبابي في الله؟ يعني تستطيع اكتشاف أي فيلم قبل مشاهدته أحبابي في الله. هذا الأمر يوفر لك حماية من إذا كنت تشاهد أو تريد مشاهدة أي فيلم مع عائلتك. هذا الأمر يسمح لك يعني بتحديد هذا الأمر بشكل سريع وكذلك بشكل جميل أحبابي في الله. ويعني تستطيع أيضا معرفة خصائص أخرى لهذا الفيلم من خلال هذا الموقع. إذا للمرور إلى الموقع مباشرة كالعادة، تقوم بالدخول إلى التدوين من خلال الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو في اليوتيوب. تقوم بالضغط على الرابط في الديسكريبشن، ينقلك إلى الموقع أو إلى التدوين الخاصة بهذا الدرس. تقوم فقط بالنزول إلى أسفلها أو في وسط التدوين، مباشرة بعد ذلك تقوم بالضغط على الرابط الذي ستجده في التدوين. فبعد الضغط على الرابط مباشرة سيقولك إلى موقع للإعلانات، تقوم بتخطي الإعلانات بعد 5 ثواني موقع أد فلاي، ثم مباشرة ينقلك إلى هذا الموقع. فكما تلاحظ هذا الموقع يوفر لك مجموعة من الأفلام أحبابي في الله كما تلاحظ. تقوم فقط إذا أردت أو إذا وجدت فيلم الذي تبحث عليه بقائمة هذه الأفلام، تقوم بالضغط عليه مباشرة. أو إذا يعني كان لديك فيلم خاص بك أحبابي في الله، تقوم فقط بالضغط عليه أو بكتابته في هذا المكان أو في هذه في كلمة سيرج كما تلاحظ أحبابي في الله. إذا سأقوم بالبحث عن كلمة يعني مثلا فيلم مثلا تومورولاند، سأقوم بالبحث عن كلمة تومورولاند كما تلاحظ أحباب في الله. إذا بعد كتابة الاسم أحباب في الله قد يظهر لي في هذا المكان كما تلاحظ. أقوم بالضغط على اسم الفيلم أو الضغط على هذه الشارة أحباب في الله، فأقوم بالضغط على اسم الفيلم، ثم ما علي سوى الانتظار قليلا حتى يعطيني نتائج لهذا الفيلم.
فكما تلاحظ يعني الآن أعطاني تقرير حول الفيلم. إذن الآن سأقوم باكتشاف ما إذا كان هذا الفيلم يعني فيه مقاطع مثلا إباحية أو جنسية، فيه مقاطع عري، فيه مقاطع عنف وأمور أخرى أحبائي في الله. فكما تلاحظ أهم ما يهمنا في هذه المعلومات كلها هو هذا الجدول. فهذا الجدول هو الذي سنهتم به في هذا الدرس. فكما تلاحظ يعطيني مجموعة من الخصائص. أول شيء اللغة، هل هناك لغة عنيفة، لغة يعني لغة سليمة، أو لغة يعني فيها ألفاظ يعني نابية، ألفاظ مسيئة أحباب في الله. كما تلاحظ يعطيني اللايت، يعني هناك ألفاظ يعني قد تكون يعني في لحظة غضب في سيناريو الفيلم قد تكون هناك كلمات خفيفة أحباب في الله، ليس كلمات يعني شادة أو أشياء من هذا القبيل، وإنما هي كلمات خفيفة يعني يضع لك علامة على اللايت أو خفيف. كما تلاحظ في فيولونس، كما تلاحظ فيولونس هي على سبيل المثال يعني المقاطع العنيفة أحبائي في الله. فكما تلاحظ هو يعطيني على الشكل المتوسط يعني مدرج، كما تلاحظ يعني يضع لا عفوا يضع العلامة هنا كما تلاحظ. الآن يعني يقول لي أن هذا الفيلم لديه يعني بعض المقاطع التي قد تكون عنيفة أحبائي في الله. في الخانة الثالثة كما تلاحظ هنا مكتوب كلمة سكس، هذه الكلمة التي كما نقول يعني مشاهد جنسية أحباب في الله. هذا الفيلم يحتوي على مشاهد جنسية خفيفة أحباب في الله. كما نعلم أن أغلب الأفلام يعني الأجنبية تتوفر على هذه المشاهد، يعني مثلا أحباب في الله، يعني هذا الفيلم بالضبط يتوفر على مشاهد يعني قد تكون خفيفة أو مشاهد يعني عابرة أحباب في الله. في الخانة الرابعة نوديتي كما تلاحظ، أو يعني باللغة العربية كما نقول يعني العري أحبابي في الله. فهذا الموقع يعني خالي من أي لقطات تتوفر على العري أو ما شابه ذلك أحبابي في الله. يعني من هذه التصميم أو من هذا التحليل قد تكتشف يعني بعد مجموعة من الخصائص عن الفيلم الذي تود مشاهدته مع عائلتك أو مع أصدقائك بكل يعني بكل مصداقية أحبابي في الله. تقوم باكتشاف هذا الفيلم ثم قبل مشاهدته على الإنترنت. فأتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الدرس. كان معكم كالعادة علي الجعشي من مدونة مجهول معلومات محترف. كما أدعوكم إلى زيارة مدونتنا الرسمية مدونة مجهول معلومات محترف لاستفادة من الدروس والشروحات أكثر أحباب في الله في مجال الإنترنت وفي مجال التقنية والمعلومات والبرامج والألعاب والويندوز وإلى غير ذلك أحباب في الله. كما أنك أدعوك إلى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب قناة مجهول معلومات محترف، وزيارة مختلف حساباتنا على الإنترنت فيسبوك تويتر وجوجل بلس، وستجدون أيضا حسابي على تسو أحباب في الله. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الدرس. كان معكم كالعادة علي قايشي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.